قتل لأنه قتل الأمويين والأمويون أقدس. فهذا الشيعي شر من ذلك الناصبي. التفت ويعلم أنه ماذا؟ ناصبي. ولكنه مع ذلك ماذا؟ يدافع عنه. يدافع عنه. التفتوا جيدا أيها المسلمون. يقول بأن هذا الشيعي يعني المختار شر ممن؟ من ذلك الناصبي. يعني من؟ يعني عمر بن سعد. يعني يقبل أنه ناصبي، وإذا كان ناصبيا صار منافقا، وإذا صار منافقا لعن ليس في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل. ولكن مع ذلك يقول هذا الشيعي يعني المختار شر ممن؟ من المنافق. من المنافق. والآن أنا لست في هذا البحث أنه هو قصد شيعة وناصبي، لا لا لا، وإنما أتكلم عن المنهج. المنهج يعتقد أن الناصبية وأن النواصب الذين أبغضوا عليا وتدينوا ببغض علي وموالاة معاوية، هؤلاء أفضل ممن؟ أفضل ممن والوا عليا وأبغضوا ماذا؟ وأبغضوا معاوية. ورسول الله يقول اللهم والي من والى وانصر من نصر. لا، أن حبه إيمان وبغضه كفر ونفاق. وبغضه نفاق. الكفر لا أتكلم عن رواية الكفر، ورواية ماذا؟ رواية النفاق. هذه بعد واردة في صحيح مسلم وغير مسلم. على أي لحو. إذن أنا إنما طرحت هذا البحث ليتضح واقعا أن دم الحسين وأن قتل الحسين واقعا أقل من قتل عمر بن سعد. ومن هو عمر بن سعد؟ وأن دم عمر بن سعد أشرف وأعظم من دم الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا ما نريد أن نقف عليه في هذه الليلة إن شاء الله في هذه الحلقة والحلقات القادمة، لنرى أنه ماذا يقول علماء مدرسة الصحابة، ماذا يقول علماء المسلمين في دم الحسين وفي التربة التي أريق فيها دم الحسين. أحسنتم كثيرا. إذن سمح السيد أشرتم إلى أنه توجد نصوص، يعني المتتبع هل يجد نصوصا في مصادر مدرسة الصحابة تثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله أشار إلى مقتل الإمام الحسين عليه السلام في أرض كربلاء في شط الفرات، يعني وأنه أعطى أهمية لهذا الدم، أو أنه لا، واقعا دم الحسين كدم أي صبط من أصباط الأنبياء السابق، كأي مسلم، كأي مؤمن، كأي صحابي. يعني ساوى رسول الله بين دم الحسين وبين دماء ماذا؟ الآخرين من الصحابة، من الأسباط، من الأولاد، من الأقرباء، من أولي القربى، من أهل البيت. لا توجد هناك خصوصية. في الواقع هذه قضية أساسية بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها بشكل دقيق، أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، أو بعبارة أوضح، أن الله سبحانه وتعالى كيف تعاطى وتعامل مع دم الحسين أولا، ومع التربة التي أريق فيها دم الحسين ماذا؟ ثانيا. هاتان قضيتان أنا أريد أن أقف عندها إن شاء الله تعالى في هذه الليلة. في الواقع أن النصوص في ذلك كثيرة والمصادر كثيرة، ولكن أنا أحاول أن أقف عند أهم النصوص الواردة في هذا المجال وعند كبار علماء مدرسة الصحابة، يعني ممن لا يشك في علمهم وفي كونهم يعدون من الأئمة الكبار في علم الحديث وفي علم الجرح والتعديل والرجال. المصدر الأول دكتور ما ورد في فضائل الصحابة لابن حنبل، بودي أنه المشاهد الكريم تخرج هذه على الشاشة، رسائل جامعية كتاب فضائل الصحابة للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل المتوفى سنة 241 من الهجرة، حققه وخرج أحاديثه وصي الله بن محمد عباس الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، الجزء الثاني طبعة جديدة ومنقحة دار ابن الجوزي. في هذا الكتاب اللي هي الآن حتى يكون محفوظة، الطبعة الثالثة جميع الحقوق محفوظة لدار ابن الجوزي، الطبعة الثالثة 1426 من الهجرة، يعني من أحدث الطبعات في هذا المجال. هناك في الجزء الثاني صفحة 965 من الكتاب في الحديث 1357 في فضائل الصحابة، قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي
قال فلان قال حدثني فلان عن عائشة أو أم سلمة قال وكيع شك هو أن النبي قال لإحداهما، سواء كانت أم المؤمنين عائشة أو أم المؤمنين أم سلمة لا فرق، لقد دخل من يقول رسول الله لقد دخل علي البيت ملك لم يدخل علي قبلها فقال لي إن ابنك هذا حسين مقتول فإن شئت آتيك من تربة الأرض التي يقتل فيها. قال فأخرج إلي تربة حمراء. هسه أنا لا أعلم ولا أريد أدخل في التفسير، لماذا أن تربة كربلاء صارت تربة ماذا؟ حمراء. ما هو أثر دم الحسين حتى يؤدي إلى أن تكون هذه التربة تربة ماذا؟ حمراء. أسأل عليهم السماء والأرض. المهم الآن ما أريد أدخل، الله يعلم دكتور في التفاصيل، أريد أن أقف عند نص الأحاديث حتى لا يقولون أن هذا التفسير من أين جاء به لا يوجد في النص، نريد أن نكون حرفيين ولا نخرج عن النصوص أبدا. انظروا ماذا يقول في ذيل الحديث المحقق، يقول التفتوا جيدا المشاهد يود يلتفت، يقول إسناده صحيح، أعيدا إسناده الحديث 1357 الحديث 1357 يقول إسناده صحيح. وبودي أن المشاهد الكرام يدخل على المواقع ويستخرج فضائل الصحابة وسيرى بأنه هذا المعنى موجود. ثم يقول وأخرجه في المسند، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. أخرجه أحمد ورجاله رجال ماذا؟ رجال الصحيح. وأخرجه الطبراني عن عائشة، وأخرجه أحمد وقال في مجمع الزوائد رواه أحمد وأبو يعلى والبزاز والطبراني ورجاله ثقات. هذا النص، هذا المورد الأول دكتور. نعم. المورد الثاني ما ورد في مسند أبي يعلى الموصلي. في مسند أبي يعلى الموصلي الجزء الأول صفحة 296. نعم. عفوا 298 هذا هو النص. بودي أن المشاهد الكريم يلتفت. مسند أبي يعلى الموصلي الإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنى التميمي المتوفى سنة 307 من الهجرة، الجزء الأول، حققه وخرج أحاديثه حسين سليم أسد، مكتبة الرشد ناشرون، دار المأمون للتراث، حتى نعرف الطبعة أيضا يطبعها المشاهد الكريم يستطيع أن يراجعها كما يريد، الطبعة الأولى سنة 1430 من الهجرة. أنا حاولت أنه أستخرج أو أأتي بالطبعات الحديثة وجزاه الله، منا واقعا لابد بين قوسين أشكر الإخوة الذين هيئوا لنا هذه المصادر بشق الأنفس وبعثوه إلينا، إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يشركهم في أجر هذه البرامج ويجعله إن شاء الله في ميزان حسناته. انظروا ماذا يقول هناك، يقول الرواية عن عبد الله بن نجي عن أبيه أنه سار مع علي وكان صاحب مطهرته. طبعا الجزء الأول صفحة 298 الحديث 363. نعم. الحديث 363 يقول أنه سار مع علي وكان صاحب مطهرته، يعني عندما يريد أن يتطهر هذا كان، فلما حاذا نينوى وهو منطلق إلى صفين في معركته مع معاوية، نعم، فنادى علي اصبر أبا عبد الله، اصبر أبا عبد الله بشط الفرات، قلت وماذا يا أبا عبد الله؟ قال دخلت وقلت وماذا؟
يسأل رسول الله. سمح سيد أبا عبد الله ماذا وضحوا العبارة كأنه وماذا يا أبا عبد الله؟ أنا من هو أبو عبد الله؟ أحسنتم، يعني السائل دي يسأل أمير المؤمنين هذا يا أبا عبد الله، من هو أبا عبد الله هذا اللي تقول اصبر يا أبا عبد الله، اصبر يا أبا عبد الله. السائل الراوي دي يقول سألت عليا سلام الله عليه، من هو أبو عبد الله وماذا يا أبا عبد الله؟ هذا شنو هذه أبا عبد الله؟ أبا عبد لأنه الإمام سلام الله عليه الإمام علي لم يشر إلى من هو، قال اصبر أبا عبد الله، اصبر أبا عبد الله. خو السائل سأله قلت وماذا يا أبا عبد الله؟ شنو معنى يا أبا عبد الله؟ يا أبا عبد الله ماذا تقصد؟ نعم أحسنتم، ماذا تقصد من جملة يا أبا عبد الله؟ قال علي أجابه، قال دخلت على النبي صلى الله عليه وآله ذات يوم وعيناه تفيضان. بودي أن المشاهد يلتفت جيدا، وعيناه طويل، نعم بكاء شديد، تفيضان يعني أن الدموع ماذا تنهمر مستمر، ليس بكاء عاجلا سريعا. نعم. وعيناه تفيضان، قال قلت يا نبي الله أغضبك أحد حتى أدى إلى هذا الحال؟ ما شأن عينيك تفيضان؟ قال بل قام من عندي جبريل قبل، يعني قبل ما تأتي، قبل أن تأتي نعم، جاءني من؟ جبريل. التفتوا، أنا بعد لا يوجد عندي وقت بعد ذلك أن أعيد هذه النصوص دكتور. نعم.